السلام عليكم. هزة أرضية ثانية قوية تضرب إقليم حسيمة. أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية ثانية بلغت قوتها 4.4 درجات على سلم ريشتر بعد زوال اليوم السبت بإقليم الحسيمة. وأوضح المعهد في نشرة إنذارية أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة نكور التابعة لإقليم الحسيمة وقعت على الساعة 2:28:58 بعد الزوال بتوقيت المغرب. وأضاف أن هذه الهزة التي سجلت على عمق 24 كيلومترا وقعت عند التقاء خط العرض 34.999 درجة شمالا وخط الطول 3.894 درجة غربا. وكان المعهد قد أعلن في وقت سابق يوم السبت عن تسجيل هزة أرضية أولى بلغت قوتها 5.3 درجات على سلم ريشتر في الجماعة ذاتها.